السلام عليكم ازيكم يا دكتور، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله احنا في الفيديو ده هنتكلم عن النقطه ال 13 لسه زي احنا اللي هي كانت بتتكلم عن الاليفيشن والديبريشنز، بس احنا هنا هنتكلم عن الديبريشنز وده تقريبا الفيديو رقم 9. طيب لو احنا كده نكمل الفيديوهين اللي فاتوا، الفيديو اللي هو رقم 7 اتكلمنا فيه عن الاليفيشنز، اتكلمنا عن اللوبز والتيوبركل، والفيديو رقم 8 اتكلمنا عن الريدجز بانواعها او اماكنها الثلاثه، ودي كانت الاليفيشنز. فدلوقتي ان شاء الله في الفيديو رقم 9 هنتكلم عن الديبريشنز المنخفضات. طيب خلونا هنقسم الديبريشنز كده لثلاث نقط. اول حاجه عندي في حاجه اسمها لينير ديبريشنز وهي منخفض على شكل خط. طيب في عندي حاجه اسمها سيركمسكرايبد ديبريشن. كلمه سيركمسكرايبد يعني شكل مغلق، اي منخفض على شكل مغلق هيكونوا انواع وهنشوفها. وتالت حاجه عندي ديبريشن اسمه سالكس، اسمه هنا كتره سالكس. طيب المنخفضات اللي على شكل خط دي بقى حاجه من اتنين، يا اما يكون اسمها جروف يا اما يكون اسمها فشل. خلينا نتفق اتفاق، اي حته واطيه على شكل خط، اي لينير ديبريشن، اي لينير ديبريشن هيكون اسمه يا اما جروف يا اما فشل. هنعرف امتى نسميه جروف وامتى نسميه فشل. والجروف ده بقى ممكن يتقسم ديفلوبمنتال جروف وممكن يتقسم سبلمنتال جروف، هنعرف يعني ايه وامتى وفين. طيب بالنسبه بقى للسيركمسكرايبد ديبريشن، لو انا عندي منخفض دكاتره شبه ايدي كده مجوف كده شبه المعلقه اللي بناكل بيها، يبقى اسمه فصه، يبقى اسمه ايه؟ فصه. ولو انا عندي بين بوينت ديبريشن، ديبريشن نقطه شبه سن الدبوس كده او شبه سن الالم، بين بوينت يبقى اسمه بيت. والفصه دي يا دكاتره يا اما موجوده في الانتيريور يا اما موجوده في البوستيريور. لو كانت موجوده في الانتيريور بتكون موجوده على اللينجوال سيرفيس فقط وبيبقى اسمها لينجوال فصه زي ما هنعرف، ولو كانت موجوده في البوستيريور فبتبقى موجوده في البريمولر والمولر على الجوانب كده جنب المارجنال ريج واسمها تريانجولار، يا بتبقى موجوده في النص واسمها سنترال بس ده في المولر فقط وفي حاله واحده في اللور 5. ما علينا، المهم يعني الفصه يا انتيريور يا بوستيريور. اما البيتس دي لو موجوده على الاوكلوزال في قلب الحفره اللي اسمها فصه فهي اسمها ترو بيت، ولو موجوده على البقل او اللينجوال زي ما هوريك هيبقى اسمها فولس بيت. اللي عايزك تعرفه ان البيتس نوعين، يا ترو يا فولس، حقيقيه او كاذبه. والسالكس ده هنبقى نعرف موضوعه. تعالوا نبدا باول حاجه اللي هي لينير ديبريشنز، المنخفضات اللي على شكل خط. طيب تعالوا نرسم كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. لحظه واحده، ركزوا معايا. احنا قلنا في الفيديو ده هنتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ ديبريشنز، يعني المنخفضات. واتفقنا ان احنا هنقسم المنخفضات دي لحاجتين رئيسيين، حاجه اسمها لينير ديبريشن وهي اي ديبريشن على شكل خط، وحاجه اسمها سيركل سكرايب ديبريشن وهي ديبريشنز على شكل مغلق، وفي نوع ثالث اسمه سالكس ما علينا منه الوقت خالص. خلينا بالمنخفضات اللي على شكل خط. اي منخفض على شكل خط هيكون حاجه من اثنين زي ما انا قلت لكم، يا اما يكون اسمه جروف يا اما يكون اسمه فيشر. طيب امتى المنخفض اللي على شكل خط ده اسميه جروف وامتى اللينير ديبريشن ده اسميه فشل؟ علشان تفهم ركز معايا. احنا قلنا ان كل سنه بتتكون موستلي من فور لوبز، وان الاربعه لوبز دول اثناء الديفلوبمنت بيحصل بينهم فيوجن يعني التحام. طيب لو انا ايدي دي لوب وايدي دي لوب وحصل بينهم فيوجن التحام، انتوا دلوقتي شايفين اللاين اوف فيوجن، خط الالتحام اللي بين ايدي؟ اه ده خط وبيكون حته داخله لجوه كده صح؟ فهو لينير ديبريشن. طيب لو كان اللينير ديبريشن ده بالشكل ده فهو شالو ونارو يعني مسطح وضيق، اما لو كان كده فهو وايد واسع واسع وديب وعميق. طيب لو كان واسع وعميق فمعنى كده ان اللوبز التحمت التحام غير كامل، حصل حاجه اسمها incomplete fusion. اما لو كان شالو ونارو وواضح قدام عينك كده وماهوش عميق وماهوش واسع ومش بيجمع اكل، فكده حصل التحام كامل بين اللوبز. لو حصل التحام كامل زو ما كانش عميق وما كانش واسع وكان شالو ونارو يبقى اسمه جروف. يبقى اسمه ايه؟ جروف. يبقى الجروف هو لينير ديبريشن، منخفض خطي بيكون شالو اند نارو.
شالو يعني مسطح غير عميق ونارو يعني ضيق غير واسع. And sharply defined. كلمة sharp يعني بقوة وdefined يعني واضح. يعني واضح بقوة. طيب. أي منخفض خطي واضح بقوة وبيكون شالو ونارو يبقى اسمه بروف. طب لو أنا بقى كان عندي linear depression منخفض خطي في البوتوم. كلمة بوتوم يعني قاع. في قاع مين؟ في قاع البروف. يعني لو الجروف ده بقى له قاع يعني بقى عميق وبقى واسع ما يبقاش اسمه جروف يبقى اسمه فيشر. وده بينتج عن حاجه اسمها ان كومبليت فيوجن بتوين اللوبس. يعني يا دكاتره اللوبس التحمت مع بعضها التحام كامل ولا غير كامل؟ التحام غير كامل. طيب وده نورمال ولا ديفكت؟ لا ده ديفكت يعني حاجه مش طبيعيه زي ما هنشوفها في الصور كمان شويه. اصبروا وهتفهموا كل حاجه. عشان كده الكيرز يعني ايه كيرز؟ التسوس. بيجينز يعني بيبدا في الديبث اوف فيشر في قاع الفيشر. في قاع مين؟ الفيشر. هو يعني ايه تسوس اصلا؟ يعني ايه كلمه كيرز دي؟ التسوس يا دكاتره مش ان في سوسه كده بتاكل في السنان. التسوس هو كيميكال بروسس، هو عمليه كيميائيه بتنتج عن ان في مكان في سنانك بيجمع اكل زي الفيشر زي الحفره اللي انا هوريها لك دلوقتي دي. فبتقوم تيجي البكتيريا تتفاعل مع الاكل ده فينتجوا اسيد. اسيد يعني حمض. فالحمض يعمل عمليه اسمها ديمينرالايزيشن يعني ازاله المعادن من السن. عمليه ازاله المعادن من السن بواسطه الاحماض اللي انتجتها البكتيريا بالتفاعل مع الاكل العمليه دي كلها اسمها كيرز. يبقى اذا عشان يحصل تسوس لازم يكون في اكل متجمع، وعشان يكون في اكل متجمع لازم يكون في حفره، والحفره دي بتنتج عن ان اللوبز التحموا التحام غير كامل فما يبقاش اسمهم جروف ويبقى اسمهم فيشر زي ما وريك في الصور كمان شويه. طيب نيجي بقى لو كان المنخفض الخطي ده ما كانش واسع وما كانش عميق وما كانش بيجمع اكل، ده كان مسطح شالو وكان ضيق نارو وكان واضح شاربلي ديفاين، يبقى اسمه جروف. بس الجروف ده نوعين، يا اما ديفلوبمنتال ماشي يا دكاتره يا اما سبلمنتال. طيب امتى بقى اقول على الجروف ده ديفلوبمنتال وامتى اقول عليه سبلمنتال؟ لو كان المنخفض الخط ده يا دكاتره دينوتنج تو، كلمه دينوتنج يعني يشير تو لاين اوف فيوجن اوف لوبز، خط التحام اللوبز مع بعض، يبقى اسمه ديفلوبمنتال جروف. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه. تعال نبدا نفهم ونقرر المسائل شويه صغيرين كده. شايفين هنا كده؟ لو انا جيت رسمت لكم على الكتره دلوقتي الابر سنترال، فالابر سنترال دي بتتكون من كام لوب هنا؟ بتتكون من ثلاثه، وهنا هتكتب الابر لاترال برضه ثلاثه، وهنا المفروض ان في الكناين، وهنا في الاثنين اللي هم الفيرست والسكند بري مولر. طيب وهنا في ده الفيرست مولر، سوري ده الفيرست مولر، وده كده السكند مولر، وده دكاتره الثيرد مولر. طيب لو انا كده على الفيرست مولر اللي هو السكس ده انا كده رسمه بكر، لو انا رسمته لينجوال من ورا هلاقي نفس الشكل لان اتنين كاسبة على البكر واتنين كاسبة على اللينجوال. ولو جيت مثلا رسمت لور 7 من الاوكلوزال هلاقي برضو ان انا عندي كام كاسبة؟ اربعة كاسبة. ولو جيت رسمت بري مولر من الاوكلوزال هلاقي عندي كام كاسبة؟ اتنين كاسبة. ماشي؟ ولو جيت رسمت مثلا ابر 6 برضو مولر اهو هفهمكم كل حاجه دلوقتي، محدش يستعجل خالص، كل حاجه هتوصلكم حاجه. طيب تعال اقول لك ايه اللي انا بعمله ده. مش دي الابر سنترال ودي الابر لاترال عندهم ثلاثه لوب على الليبيال زي ما شرحنا في الفيديو رقم سبعه؟ طب لما يبقى صبعي ده لوب وصبعي ده لوب وصبعي ده لوب والثلاثه لوب يحصل بينهم فيوجن التحام، هما التحموا امتى؟ مش قلنا اثناء الديفلوبمنت؟ جميل. طب انتوا شايفين خط الالتحام ده؟ خط الالتحام ده لينير وديبريشن يبقى اسمه جروف او فيشر. طب الخط ده شالو ونارو وواضح شاربلي ديفاين يبقى اسمه جروف. طب لو الخط ده بيشير لالتحام اللوبز مع بعضها، طب هما التحموا امتى؟ اثناء الديفلوبمنت، يبقى اسمه ديفلوبمنتال جروف.
فلو بصينا على الابر سنترال بنلاقي ان هي عندها كده خطين منخفضين بيكون شالو اند نارو اند شارب ديفاين لينير ديبريشن ديوتينج تو يشير الى اللاين اوف فيوجن فلوز زي السهمين اللي بالاحمر دول. يبقى دول كده ديفلوبمنتال جروف. يبقى اول مكان في الديفلوبمنتال جروف هو على الليبيال سيرفيس بتاع السنترال واللاترال، وكذلك على الليبيال سيرفيس بتاع الكناين، لان هنا برضه ثلاثه لون. يبقى اذا الديفلوبمنتال جروف موجوده على الليبيال سيرفيس اوف انتيريور تيكس، مش دي كده الانتيريور؟ طب دول كده مين؟ دول كده البوستيريور. طيب موجوده فين تاني يا دكاتره؟ مش ده البكتر بتاع البريمولر عنده كام لوب؟ ثلاثه. بيفصلهم كام جروف؟ اثنين. طب دول بقى؟ لا ده دول المولرز عندهم اثنين كسب على البكتر واثنين كسب على اللينجوال. كل اثنين كسب يبقى بينهم جروف اهو. كل اثنين لوب يبقى بينهم جروف. كل اثنين لوب او اثنين كسب يبقى بينهم جروف. يبقى ده اسمه بكتر جروف وده اسمه لينجوال جروف. يبقى اذا هي في حاله البريمولر موجوده على البكتر، وفي حاله المولر موجوده بكر وموجوده برضه ورا موجوده لينجوال. طب موجوده فين تاني؟ بص كده اوكلوزن اهو. انا هنا بكر كسب متقسم لثلاثه لوب، واحد اثنين ثلاثه، وهنا لينجوال كسب فما فيش لجوه. امال اللي بالعرض ده فاصل البكر عن اللينجوال هنا كده. كل ده يا دكاتره عباره عن ديفلوبمنتال جروفز. يبقى انا لو بصيت هنا كده هلاقي ان دي كاسبات اهي، فين ديفلوبمنتال جروف؟ ديفلوبمنتال جروف، وده كده ديفلوبمنتال جروف كل دي. وهنا برضه لو انت ركزت هتلاقي ان هنا ديفلوبمنتال جروف، واللي طالع بكر ده ديفلوبمنتال جروف، واللي جاي لينجوال ده ديفلوبمنتال جروف. فانا كده عرفت شكل الديفلوبمنتال جروف ان هم شالوا ونروا وشارلي ديفايند لينير ديبريشن. طب مكانهم بقى denoting to line of future flow. طب هما بيشيروا لالتحام اللوبز. طب بيشيروا فين؟ والله في مكانين، على الليبيال سيرفيس اوف انتيريور، صح ولا لا؟ ده المكان الاول على الليبيال بتاع الانتيريور. طب فين تاني؟ على الاوكلوزال سيرفيس بتاع البوستيريور اوف بوستيريور اند ميل. ممكن يمتدوا اكستند يا دكاتره، يعني يمتد. طب ممكن يمتدوا فين بقى؟ والله هم هنا في البريمولر موجودين على الاوكلوزر وامتدوا على البكر. طب في المولر استنى، ده امتدوا بكر، ما هو ده كده هو ده، وده كده هو ده اللي فوق ده. يبقى هم بيمتدوا اكستند بكر اند لينجوال. يبقى تاني كده، هم هنا اهو في النص اهو وكده اهو، بس هنا بيطلع يكمل على البكر وهنا بيطلع يكمل على اللينجوال. تعرف بقى تعرفني الديفلوبمنتال جروف شكله ايه؟ والله شالو ونارو وشاربلي ديفايند لينير ديبريشن. مكانه فين؟ بيشير لالتحام اللوبس. بيشير لها فين؟ على الليبيال سيرفيس اوف انتيريور، وعلى الاوكلوزال سيرفيس اوف بوستيريور بريمولر ومولر، وماي اكستند على البكر زي ما حصل في البريمولر، وماي اكستند على البكر وعلى اللينجوال زي ما حصل فين؟ في المولر. يبقى دي الاماكن اللي موجود فيها الديفلوبمنتال جروف. نختصر الليله دي كلها بكلمه واحده، اي اثنين لوب بينهم جروف. اي اثنين لوب بينهم جروف. يبقى هنا ثلاثة لوب بينهم اثنين جروف، وهنا اثنين لوب بينهم جروف. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبة للديفلوبمنتال. طب امتى بقى اقول على اللوب ده سبلمنتال؟ والله لو كان don't denoting to line of fusion of loops. لو كان ايه؟ don't يعني لا يشير الى. لو كانت اللوبز دي لا تش... لو كان الجروفز دي لا تشير لالتحام اللوبز مع بعضها ما يبقاش اسمها ديفلوبمنتال، يبقى اسمها فرعيه، وفرعيه يعني سبلمنتال. لو انا جيت رسمت لك هنا كده باللون ده مثلا، خلينا مثلا باللون الاسود هنا كده خطوط كده، هل الخطوط دي بتشير ان في لوبز التحمت مع بعضها دكاتره؟ لا، بس هي شالو ونارو وشاربلي ديفايند لينير ديبريشن، تبقى جروف مش فيشر، ولكنها لا تشير الى التحام اللوبس مع بعضها، يبقى مش اسمها ديفلوبمنتال، يبقى اسمها سبلمنتال جروف. امال هي ايه؟ هي جاست برانشز، يعني مجرد تفرعات. فروم طالعه من مين؟ طالعه من الديفلوبمنتال جروف. يبقى هي مجرد فروع طالعه من مين؟ من الديفلوبمنتال. بتكون ايريجولار، يعني ايه ايريجولار؟ غير منتظمه.
وبتكون اوكسيلري. يعني ايه كلمه اوكسيلري يا دكاتره؟ يعني فرعيه. يبقى هي حاجه مش اساسيه موجوده في مكان واحد بس وهو الاوكلوزال سيرفيس اوف بوستيريور تيس. يعني اللي هي موجوده على ليبيان ولا بكل ولا ميزيال ولا ديستال ولا لينجوال، هي موجوده فقط على الاوكلوزال وده منطقي. ليه ربنا خلق السبلمنتال جروف تمسك الكسب الواحد تقطعه كده؟ عشان سطح الاوكلوزال يبقى حته طالعه وحته نازله، فيبقى في زي سكاكين كده، فكفاءه تقطيع الاكل تكون اعلى ولا اقل؟ لا تكون اعلى بكتير، وبالتالي لما يبقى في تعرجات كمان مساحه السطح على كتره تبقى اكبر ولا اصغر؟ تبقى اكبر. يبقى الغرض من وجودها موجوده بس في الاوكلوزال سيرفيس بتاع مين؟ البوستيريور تيس. طيب موجوده في الاوكلوزال سيرفيس وفي البوستيريور تيس، بس بتبقى كتيره قوي فين؟ في الابر 8 واللور 8 والابر 7 واللور 7 والابر بس 5. يبقى هي موجوده في الثيرد مولر اكتر حاجه، بعد كده في السكند مولر ثاني اكتر حاجه، بعد كده في الفايف اللي هو السكند بري مولر، وبتعمل درجات الحاجه اسمها رينكل ابييرنس. واحد نسى الكلمه دي اسمها ايه؟ رينكل يعني مجعد، بتعمل تجاعيد، بيبقى شكل الاوكلوزال شبه وش الراجل العجوز. وبكده بنكون خلصنا اللينير ديبريشنز اللي هي المنخفضات اللي على شكل خط، اللي هي يا اما جروف يا اما فيشر. تعالوا نشوف. طيب لما اجي لك هنا على سنه زي دي، ده لور 6 عنده 5 كاسب، 3 على البكر و2 على اللينجوال، صح؟ بص لما الفيديو يشتغل كده وبص في الاوكلوزال وركز معايا. شايفين في نص الاوكلوزال هنا؟ المفروض ان ده جروف بيفصل الثلاثه دول عن الاثنين دول، صح؟ ولكن لو لاحظت هتلاقيه لونه اسود، فمعنى كده ان هو ديب وايت، فمعنى كده ان هو جمع اكله وحصل تسوس، يبقى ده جروف ولا فيشر؟ والله هو جروف، هو جروف، بس بما ان حصل انكمبليت فيوجن فبقى اسمه ايه؟ بقى اسمه فيشر. طيب نكمل. هنا بقى الاثنين كاسب بينهم جروف، وهنا الاثنين كاسب بينهم جروف عادي خالص. ادا جروف اهو، وادا كمان واحد اهو، يبقى كل اثنين كاسب بيفصلهم جروف، كل اثنين لوب بينهم جروف. هنا دي كلها ديفلوبمنتال جروف اهي، اوكي؟ هنا دي كلها ديفلوبمنتال جروف اللي بين الكاسبات دي، دي ديفلوبمنتال جروف. ده ايه؟ ده التراينجولار ريجر كاتر لو حد فاكر، بس خلينا في موضوعنا. واللي على البكر دي ديفلوبمنتال جروف، واللي على اللينجوال دي برضه ديفلوبمنتال جروف. طيب شايف بقى ده كله كده، كل اللي مسكين مساحه كده مغطياه، ده كاسب واحد. متشرح بقى الحتت ولا لا؟ متشرح الحتت. هل اللينير ديبريشن الانخفاضات الخطيه دي بتشير لالتحام اللوبز مع بعضها؟ لا، يبقى ما اسموش ديفلوبمنتال، يبقى اسمه سبلمنتال جروف. يبقى اسمه ايه يا دكاتره؟ سبلمنتال جروف. يبقى اسمه ايه تاني؟ سبلمنتال جروف. اتمنى تبقى الدنيا واضحه معاك. طيب ده بقى جروف ولا فيشر؟ لا والله هنا حصل انكمبليت فيوجن اهو، فجمعت اكل وحصل تسوس، يبقى اسمه فيشر. وهنا برضه نفس الحوار، ده اسمه فيشر. وبكده بنكون خلصنا الديبريشنز اللي على شكل خط. تعالوا نتنقل للجزء الثاني، وهي السيركم سكرايب ديبريشنز، اللي هي الديبريشنز اللي على شكل نقطه كده. ثانيه كده، طيب خليكم معانا. السيركم سكرايب ديبريشنز اللي هي الديبريشنز اللي على شكل نقطه، هنقسمها لحاجتين. في circumscribed depressions على شكل مولر اسمها فوسل، وفي اسمها بيت. طيب امتى المنخفض اللي على شكل مولر اقول عليه فوسل، وامتى اقول عليه بيت؟ لو كان المنخفض ده دكاتره rounded concavity depression شكله كونكيف، يبقى اسمه فوسل. ولو كان بين بوينت شبه سن الدبوس او شبه سن الالم، يبقى اسمه بيت. طيب يعني ايه كونكيف؟ ايه دي كده يا دكاتره؟ ستريت. لكن ايدي دي كده عامله كيرف. الكيرف ده بقى بيخلق حاجتين، محدب ومقعر، كونفكس وكونكيف. مين اشبه بالتجويف؟ اللي جوه ده اللي صابعي بربط عليه ولا اللي بره؟ اكيد اللي جوه. وكلمه تجويف يعني كافيتي جايه من كلمه كهف يعني كيف، فيبقى ده اسمه كونكيف او كونكافيتي، ويبقى اللي بره ده اسمه كونفكس. الفصه بقى شكل دي كده، يبقى الفصه شكلها كونكيف زي الحفره اللي موجوده هنا دي. يبقى اي ديبريشن مجوف كده يبقى اسمه ايه؟ فصه. يبقى اسمه ايه؟ فصه. لكن اي بين بوينت ديبريشن، ديبريشن على شبه النقطه كده، يبقى اسمه بيرت. يبقى اسمه ايه؟ بيرت. طيب الفصه بقى بتنقسم لحاجتين، يا اما الفصه دي موجوده في اسنان انتيريور
بعد كده معلش سوري الفيديو كان فصل. احنا كنا خلصنا قلنا linear depressions ودخلنا في circumscribed depressions تمام. قلنا ان هم ايه الخاصه ان البيتس والفصه شكلها بيكون كونكيف والبيتس بتكون بين بوينت. وكنا رجعنا قلنا ان الفصه يا اما موجوده في اسنان anterior يا اما موجوده في اسنان posterior. طيب لو الفصه كانت موجوده في اسنان anterior فبتكون موجوده على lingual surface وفي الحاله دي بيكون اسمها lingual فصه بيكون اسمها ايه ودي موجوده في كل الانتيريور يبقى دي الاوبر سنترال. لو ده السنجل ودول الاثنين مارجنال ايدج وده الانسايزر ايدج فاللي في النص دي كده اسمها ايه اسمها لينجوال فصه. طيب ولو دي اللاترال ده السنجل ودول التو مارجنال ايدج وده الانسايزر ايدج فاللي في النص دي ديبريشن شكله كونكيف اسمها لينجوال فصه. دي السنترال واللاترال دي السنترال والسنترال سوري ونفس الحوار في اللاترال اه وبرضه اللي هنا دي اسمها لينجوال ايه؟ لينجوال فص. طب لو ده الكناين بقى ده برضه سنجل ودول اتنين مارجنال ريج وهنا كده اتنين كاسب ريج وفي النص حاجه اسمها لينجوال ريج اللي هو كان الكاسب تبل السنجلان يبقى هنا في كام فصه؟ اتنين. يبقى خلي بالك ان الكناين بما انه عنده لينجوال ريج في النص فهو قاسم الفصه لتو فصه. خلاص؟ طيب يبقى اللينجوال فصه موجوده على اللينجوال سيرفيس في كل الانتيريور. عرف لي اللينجوال فصه شكله ومكانه. شكلها كونكافيتي ديبريشن مكانها على اللينجوال سيرفيس اوف اول تيث لا اوف انسايزرز لا اوف كناين لا اوف انتيريور تيث اللي هي انسايزرز وكناين. طيب دي كانت واحده. نيجي بقى للثانيه. الثانيه اللي هي موجوده في البوستيريور تيث عند اثنين. واحده اسمها ترينجولار فصه والثانيه اسمها سنترال فصه. طيب لو انت ركزت كده في الرسمه مثلا دي فبتلاقي ان في النهايه كده بيبقى فيه الجروفز بتتقسم لمثلث كده ومثلث كده اه ده كده اسمه ترينجولار فصه وعلى الجنب هنا برضه كده في مثلث وهنا في مثلث ده برضه اسمه ترينجولار فصه. طيب امال اللي في النص دي بقى اسمها ايه؟ اسمها سنترال فصه. اسمها ايه؟ سنترال فصه. لو احنا بصينا على الصور دي كده فالاسهم الخضراء دي بتشاور على السنترال فصه. السنترال فصة هي راوندد ريجولار كونكيف ديبريشن كده حفرة كده موجودة في نص الاوكلوزر بين الأربعة كاسبس دول موجودة فقط في المولرز ما بتبقاش موجودة في البري مولر غير في اللور فايف اللي عنده ثلاثة كاسب يبقى في ثلاثة كاسبات وهي في النص بس فكك كأني ما قلتش حاجة هي موجودة فين بس في المولرز دلوقتي. طيب هنا برضو كده اللي في النص دي اسمها سنترال فصة. طب الاثنين اللي على الجنب دول اسمهم ايه يا دكاترة؟ تراينجولار فصة. من ضمن الحاجات المغلوطة عند الناس لما بتيجي تتعلم النحت يهيئ لهم ان الترينجولار فصه دي حته واطيه. لا هو الموضوع هي واطيه اه بس الفكره ان ده المارجنال ريدج وان في مثلث هنا كده هو مش مره واحده بينزل لا هو بينزل بميل كده فدي اسمها ميزيال ترينجولار فصه واللي الجنب الثاني اسمها ديستال ترينجولار فصه موجوده في الرسمه المكبره هناك كده. طيب اخر حاجه بقى دكاتره في السيركمسكرايب ديبريشن هي البت والبت دي في منها نوعين يا اما ترو يا اما فولس. امتى البيتس يتقال عليها ترو وامتى يتقال عليها فولس؟ لو البت ده دكاتره كانت موجوده على الاوكلوزن في الاند اوف ديفلوبمنتال جروف اللي هي في البوتوم اوف فصه مش المفروض ان انا عندي هنا فصه وهنا فصه لو في نقطه في قلب الفصه في نهايه الجروف اللي في النص يبقى اسمها ترو بت المهم ان هي موجوده فين؟ على الاوكلوزن ولكن الفولس دي بتبقى موجوده بكر اور لينجوال. لو انا عندي بقى في جروف على البكر انتهى بيت هي مش في الاوكلوزال اهي مش في الفصه يبقى اسمها فولس بيت ودي ديفكت زي الفيشر بالظبط بس الفيشر ديفكت على شكل خط اما الفولس بيت فهي ديفكت على شكل بوينت وبتجمع اكل زي ما انت شايف والاكل بيدخل ويتمدد ويعمل تسوس يبقى البيت هي بين بوينت ديبريشن منخفض شبه سن الدبوس. لو موجوده على الاوكلوزال فهي ترو ولو موجوده بكر ولينجوال فهي فولس بتبقى منتشره قوي الفولس دي في بكر اللور ولينجوال الابر تاني على البكر جروفز بتاعه اللور وعلى البلاتال البلاتال اللي هو اللينجوال على البلاتال ديفلوبمنتال جروفز بتاعه الابر ده مكان مين الفولس بيت. يعني لو جالك مريض اكتر سطح بتلاقيه مسوس عنده هو الاوكلوزال في البوستيريور مثلا طب مين الاسطح الثانيه في البوستيريور؟ لو في اللور يبقى البكر ولو في الابر يبقى البلاتال وارد العكس بس احنا بنقول الاكثر انتشارا ايه؟ وكده بنكون خلصنا دكاتره الدبريشنز اللي على شكل خط والدبريشنز اللي على شكل مغلق وفاضل حاجه واحده بس اسمها سالكس. طيب يعني ايه كلمه سالكس؟ كلمه سالكس هو يو شيب حاجه شبه حرف اليو
او فالي شيب حاجه شبه الوادي، او في شيب حاجه شبه حرف الفي، او تنت شيب، تنت يعني خيمه، حاجه شبه الخيمه المقلوبه كده. طيب لو انت عندك جبلين، فالجبلين دول بيرسموا بينهم وادي من قمه الجبل ده لقمه الجبل ده، وفي تجويف في النص. التجويف اللي في النص ده دكاترة بيبقى شبه حرف V او حرف U. descend descend يعني بينحدر من قمة الجبل ده ومن قمة الجبل ده ويتقابلوا في النص تحت. كل الفراغ اللي فوق حرف V ده اللي هو الهوا ده اسمه سالكس. اسمه ايه؟ سالكس. الجبلين دول عندي هنا هم مين؟ هم الكاسبس. لو انا عندي هنا كاسبس وهنا كاسبس، فالكاسبس دي descend كده والكاسبس دي descend كده، فبيعملوا U shape او V shape او Valley shape. كل ده اسمه التجويف اللي في المنطقة الخضراء دي اسمه سالكس اللي هو اللي هناك ده. طيب علشان تفهم السالكس تماما بص على الفيديو ده. دول اتنين كاسب اهو، بص كده معايا. شايف الفراغ ده يا كترة؟ يعني المية دي دلوقتي موجودة في قلب السالكس. يبقى السالكس ده مش حاجة على السنة زي الجروفز وزي الفيشر وزي الفصة وزي البيتس، لا هو السبيس، المكان اللي الاكل اللي احنا بنمضغه بيقعد فيه اسمه ايه؟ سالكس. يبقى السالكس هو فالي شيب او يو شيب او تنت شيب موجود على الاوكلوزال سيرفيس، بينحدر من الكاسب تيب بالنص الاوكلوزال في السنترال جروف سايت. وكده بنكون خلصنا الدبريشن، وقلنا الدبريشن دي يا اما لينير دبريشن يا اما سيركمسكرايب دبريشن شكل مغلق يا اما سالكس. واللينير ديبريشن يا اما شالو ونارو وشارب ديفايند يبقى اسمها جروف، يا اما فيشر اللي هو انكمبليت فيوجن بين اللوبز هيجمع اكل ويعمل تسوس. ولو الجروفز الشالو والنارو دي كانت بتشير لالتحام اللوبز مع بعضها يبقى اسمها ديفلوبمنتال جروف، اللي هي موجوده على الليبيال سيرفيس في الانتيريور وعلى الاوكلوزال سيرفيس في البوستيريور، وممكن تمتد بكل او لينجوال. ولو كانت لا تشير الى التحام اللبز مع بعضها وهي مجرد تفرعات طالعه من الديفلوبمنتال جروف وبتكون الريجولار غير منتظمه واوكسيلاري يعني غير اساسيه، وبتكون موجوده على الاوكلوزال سيرفيس فقط خصوصا في الايت والسيفن والابر فايف، وبتعمل حاجه اسمها رينكل ابييرنس يبقى اسمها سبمنتال جروف. طيب السيركمسكرايب ده بقى يا اما كونكيف ودي اسمها فصه، يا اما نقطه بين بوينت ودي اسمها بيت. والفصه يا اما في انتيريور يا اما في بوستيريور. ولو الفصه جت في الانتيريور فبتيجي على اللينجوال سيرفيس بتاع السنترال واللاترال والكناين عنده اثنين ويبقى اسمها لينجوال فصه. ولو جت في البوستيريور فبتيجي في البري مولرز والمولرز على الجنبين اسمها ترينجولار فصه، وبتيجي في نص الاوكلوزر بتاع المولرز بس واسمها سنترال فصه. اما البيت لو جاي على الاوكلوزر في قلب الفصه في نهايه الجروفز على الاوكلوزر يبقى اسمها ترو بيت. لكن لو جت بكر في اللور او لينجوال في الابر او بكر ولينجوال عموما يبقى اسمها فولس بيت. والسالكس هو حرف الفي او حرف اليو. وبكده يا دكاتره بنكون خلصنا النقطه رقم 13 في 3 فيديوهات، وده كان اخر فيديو فيهم اللي هي الانفيشن والديبريشن. سريعا تاني كده، احنا قلنا ان اللاند ماركس يا اما مرتفعات يا اما منخفضات يا انفيشن يا ديبريشن. والاليفيشن ده انا كاترة ثلاث حاجات، وركز في رقم ثلاثة، يا اما لوب يا اما تيوبركل يا اما ريدج. واللوب بيدي ثلاث حاجات، ماملون وسنجلم وكسب، والكسب بيتكون من ثلاث حاجات انامل ودنتن وبل. طب الاليفيشن الثاني هو التيوبركل اللي هو انامل فقط موجود في ثلاث اماكن. تيوبركل اوف كارابيلي موجوده في الميديولينجوال كسب بتاع الابر 6 وزيه الابر اي سكند ريسيد وسمول. لينجوال تيوبركل موجوده في اللينجوال سيرفيس بتاع الانتيريور خصوصا الابر سي. زكر كاندل تيوبركل موجوده في البكال سيرفيس بتاع الابر دي واللور دي اللي هو الفيرست ديسيدوس مولر. طيب والريدجز بشوفها من ثلاث اماكن اللي هي المرتفعات الخطيه، يا اما فيشيال يا اما لينجوال يا اما اوكلوزال. على الفيشيال في ثلاثه، على اللينجوال في اربعه، على الاوكلوزال في خمسه. الثلاثه اللي على الفيشيال هم ليبيا ريدج في الكناين، بكال ريدج في البري مولر، وسيرفيكال ريدج ان اول تي. على اللينجوال في اربعه وهم مارجنال ريدجز في كل الانتيريور، انسايزر ريدج في النيولي ايربتد انسايزرز اللي ويز ايدج هيتحول لايدج، ولينجوال ريدج موجود في الكناين بيمتد من السنجلم للكاسب تيب، والرابع كان اسمه كاسب ريدج اللي هم الميزيال سلوب والديستال سلوب اللي بتقابله في الكاسب تيب. وعلى الاوكلوزال في خمسه اللي هم الكاسب ريدج، وعلى الجنبين مارجنال ريدج، ومن الكاسب تيب بالنص الاوكلوزال في تراينجولار ريدج، ودول موجودين في كله. وفي بعض الاسنان لو اتنين تراينجولار ريدج حصل بينهم التحام وكانوا متقابلين يعملوا ترانزفيرس ريدج، لو كانوا غير متقابلين يعملوا اوبليك ريدج. ودي كانت الاليفيشن.
اما الدبريشنز المنخفضات فهي برضو ثلاث حاجات، يا لينير يا سيركمسكرايبد يا اما سيركس، واللينير يا جروف يا فيشر، والجروف يا ديفلوبمنتال يا اما سبلمنتال، والسيركمسكرايبد لو كونكيف يبقى اسمها فصه، ولو بين بوينت يبقى اسمها بيت، والبيت لو على الاوكلوزال تبقى ترو، لو على البكل او اللينجوال تبقى فورس، والسيركس هو حرف الفي او حرف اليو. واتمنى تكونوا فهمتم، وربنا يوفقكم يا دكاتره.